وإنا إليه راجعون وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى ابن عمك وحامل لوائك ووصيك علي السلام السلام عليك يا وصي رسول الله ليلة علي في مثل هذه الليالي ولا يوم كيوم علي والحسين انت من بيوم العاشر عندما تجلس بينك وبين نفسك فقط تخاطب نفسك بهذا النداء ما تحتاج إلى خطيئة في يوم علي هذه الخلجات هذه الأنات بينك وبين نفسك علي يا علي قل لابن ملجم والأقدار غالبة قدمت ويلك للإسلام أركانا قتلت أفضل من يمشي على قدم وأول الناس إسلاما وإيمانا وأعلى الناس بالقرآن ثم بما سن الرسول لنا شرحا وتبيانا ذكرت قاتله والدمع منحدر وقلت سبحان رب الناس سبحان إني لأحسبه ما كان من بشر يخشى المعاد ولكن كان شيطانا أشقى مراد إذا عدت مناطق أشقى مراد إذا عدت قبائلها وأقصر ميزانا ماذا فعل هذا الشقي بالإسلام ماذا فعل بالمسلمين الليلة 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 في مات الليلة في مآتمنا أهات بك وحنى على من هل بك صحنا على الكرار وويلا على من هل بك صحنا على الكرار يوين والنايا
خاتمكم اللي يجعل علي يون ونات هالمات ينادي بدمع ساجد الليل الكون بالمضرب على الكرار عجل شحال أولاد عليها الليل شحال زينب الليل آخ آخ ليلة نواعيها ليلة مصيبة أنا ناعي وانت تتأمل بالكلمات حتى لو ما رديت بس تتأمل شوف تبتش الكلمات لتوصف لك المصيبة حراك يا ويلي المرتبة بطل ونينا حسار على أولاده وصال منهم بعين وقلهم كلام يا أولادي تسمعونا لازم حسن وحسين من بعدي تسمعونا وقام ينعي علي اللي ينعيها شني بشبل الحسن فوق الفرش نايم بالسم جيب دم قطع وحول الهواش والكل ذابت مهجته والدمع ساجد والحسن يتقرب واخوه حسين مألوف بعد يا علي قال واما المصيبة اللي تزلزل هالوطية اي مصيبة ها واما المصيبة اللي تزلزل هالوطية ومصيبة حبيب حسين اتحرك يا علي صاحب النفس العطوفة وصدونا دازنا زينب مو قلت لك انا هالبارح الرواية لما الحسين بكى سكته عنه لما الحسين بكى سكته عنه لكن لما بجت زينب بجت وياها علي حرك يا ويلي صاحب النفس العطوفة وصدونا ده زينب وعابراته ظروف ومدها علي كني اشوف شحال والقلب دايب 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 بيا توصل وتبشرني بمصايب
بعدك يا ابوي ساعة دور اعلن نوايب ابن نوايب يا ليت ما تقضت ايامك يا ضي الكون. مثل علي فيكم كمثل الكافر. الحديث في فضائل علي يطول لكن فيه أنس وشوق. مثل علي فيكم كمثل الكعبة. وماذا تمثل الكعبة بالنسبة للمسلمين؟ إن المسلمين يتوحدون تجاه القبلة، تجاه الكعبة، يتوحدون ناحيتها عندما يصلون، ويتوحدون ناحيتها عندما يحجون وعندما يعتمرون. فلو أن الناس توحدوا تجاه علي بن أبي طالب لصار الناس يعيشون النعيم في الدنيا قبل الآخرة. بل لو أنهم توحدوا تجاه علي، وهذا حديث النبي صلى الله عليه وآله، لو اتفق الناس جميعا على حب علي بن أبي طالب سلام الله عليه لما خلق الله نار جهنم. فعلي يمثل للمسلمين كما هي القبلة، كما هي الكعبة. لكن هذا الظلم الذي وقع على علي، والمجاهدون كلام عظيم من إنسان عظيم السيد الإمام رحمة الله عليه يقول: إن المجاهدين مجهولون مهما كانت أسماؤهم لامعة. المجاهدون مجهولون مهما كانت أسماؤهم لامعة. وأشهر المجاهدين المضحين هو أمير المؤمنين عليه السلام، إلا أنه الأكثر مجهولا بين المجاهدين. وفعلا علي بن أبي طالب هو نفس رسول الله، وأنفسنا وأنفسكم هو نفس رسول الله صلى الله عليه وآله. فهذا الإجحاف وهذا الظلم وهذا العزل وهذا التغيير وهذا التهميش وهذا الإقصاء لعلي بن أبي طالب بين المسلمين ماذا يعني؟ لا يعني إلا أمر واحد: يا علي لا يحبك إلا مؤمن، ولا يبغضك إلا منافق. بك يعرف المؤمن من المنافق، بعلي سلام الله عليه. وإلا علي بن أبي طالب يا أخي عندما تقف عند الأقلام المنصفة غير مسلمة تجد بأنها تتحدث عن علي بإعظام وبإكرام وبإجلال. هذا هو علي بن أبي طالب، هذا جورج الداق كاتب مسيحي أديب مسيحي ليس بمسلم يقول: تسألونني عن علي، تسألون عن رأيي في علي، ومن مثل علي بعد النبي. هذا مو مسلم، لكن هذا يتكلم من منطلق إنصاف. ومن مثل علي بعد النبي صلى الله عليه وآله فهو سيد العرب. والكلام له يقول: فهو سيد العرب بلاغة وحكمة وتفهما للدين وتحمسا للحق وابتعادا عن هذه الدنيا. فلو فتشت بين العرب وبين أقلامهم وفي كتبهم لن تجد كعلي بن أبي طالب سلام الله عليه في الفصاحة في البلاغة في الحكمة. تدين العرب بأكملهم لعلي بن أبي طالب. هذا مو مسلم. لكن مهما تكالبت القوى لتطمس من شأن علي بن أبي طالب فلن تقوى. 40 سنة
أو قيل 80 سنة، وعلي بن أبي طالب يشتم على المنابر. وإذا تذكر خطيب الجمعة بأنه لم يشتم علي في المكان الذي يتذكر فيه يشتم عليا، فيبنى مسجدا يسمى مسجد الذكر. لكن أين علي وأين أعداء علي؟ مهما تكلبت القوى واجتمعت لتحاول النيل منا والحقول بيننا وبين حب علي وعشق علي والموالاة لعلي ومحبة علي، فلن تقوى على ذلك أبدا. لأن ما يربطنا بعلي رباط روحي، رباط سماوي، ليس هذا الحب أنفة ولا حمية ولا عصبية، أبدا أبدا. هذا هو الحديث القدسي: ولاية علي بن أبي طالب حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي. هذا النبي صلى الله عليه وآله يبشر الموالي مع المحن والصعاب والمصائب والمصاعب. اسمع ماذا يبشر النبي صلى الله عليه وآله هذا المحب: خلق الله من نور وجه علي بن أبي طالب 70,000 ملك يستغفرون له ولمحبيه إلى يوم القيامة. حب علي بن أبي طالب يأكل السيئات كما تأكل النار الحطب. هذه كلها تشير إلى جوائز، تشير إلى بشرى، إلى أن هذا المحب مهما كانت النتيجة وأثرها في الدنيا قبل الآخرة. والله حب علي بن أبي طالب له أثر في الدنيا قبل الآخرة، سواء كان بالنسبة للمبغض أو للمحب. هذا رباح غلام عند بني بكر، جيء بجنازة، مر بجنازة على رسول الله صلى الله عليه وآله. النبي صلى الله عليه وآله قال: أنزلوها أنزلوها. نظر إلى أمير المؤمنين، نظر لذلك تلك الجنازة، قال: يا رسول الله هذا الغلام، اسمع يقول: هذا الغلام يا رسول الله كلما مر بي قال أحبك يا علي. قال: هو يقول كذا، هو يقول ذلك، قال كل ما مر بي نظر إلي أحبك يا علي يمشي. قال: أنزلوه من جنازة، غسل، كفن بقميص رسول الله صلى الله عليه وآله. رفعت الجنازة وهي على عاتق النبي صلى الله عليه وآله، أنزلت الجنازة، لحده النبي بيديه، نقله النبي، أهيل عليه التراب، التفت إلى علي قال: كل ذلك ببركة حبه إليك يا أبا الحسن. ولم كن ذلك، لأن عليا جمع من الصفات ما لم يجمعها غيره. هذا سبب حبني لعلي، حب متصل بالسماء بالله سبحانه وتعالى. وإلا قيل لي من بين كل الصحابة من كعلي؟ من مثل علي؟ هذا الكلام ليس استعراض، هذا كلام واقع. من مثل علي بن أبي طالب في العبادة، في الشجاعة، في الزهد، في العلم؟ مو هذا حديث النبي صلى الله عليه وآله: أنا مدينة العلم وعلي بابها. فتح لي رسول الله من العلم 1,000 باب يفتح لي من كل باب 1,000,000,000 باب من العلم لعلي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب سلام الله عليه الذي لم يستغني عنه من سبقه بالخلافة غصبا، كان لهم مستشارا، وكان لهم موجها، وكان لهم قاضيا، حتى قال: لا أبقاني الله لمعضلة لست فيها. يا أبا الحسن، علي بن أبي طالب لم يستغني عنه ولا عن خدماته ولا عن علمه ولا عن فكره ولا عن سيفه ولا ولا. هذا علي بن أبي طالب. تأتي الوفود من النصارى على الخليفة الأول فيسألونه عن وجه الله، أين هو وجه الله؟ فيحار في أمره فيقول: أين أبو الحسن؟ ما
فيؤتى بعلي فيأمر بنار فتشعل تلك النار. يلتفت أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى زعيم النصارى قال له دلني على وجه هذه النار. قال هي وجوه من كل الوجوه. قال هذه نار دبرها صانعها وكيف بالله فأينما تولوا فثموا. في أيام الخليفة الثاني الآن هذا التاريخ الذي نكتبه نؤرخه نبدأ من التاريخ الهجري من أين أتانا؟ أيام الخليفة الثاني لما وقف بين الصحابة وسأل من أين يوم نكتب التاريخ فأحجم الكل إلا علي سلام الله عليه. قال نكتبه من اليوم الذي هاجر فيه رسول الله صلى الله عليه وآله من بلاد الكفر والشرك وصار من ذلك اليوم تاريخ خاص بالمسلمين. وهكذا أيام الخليفة الثالث. هذا جانب من علم علي وفكر علي الذي لا يستغنى عنه. هذا الخليل بن أحمد الفراهيدي صاحب علم العروض هذا من الموالين. لما سألوه سؤال فأجاب بإجابة مختصرة لكنها عميقة أنيقة. ما الدليل على إمامة علي؟ يقولون ما الدليل على أن علي بن أبي طالب إمام؟ اسمع شو قال لهم. قال استغناؤه عن الكل واحتياج الكل إليه. الكل يحتاج إلى علي وعلي يستغني عن الكل. علي يستغني حتى عن الدنيا. يا دنيا غري غيري طلقتك ثلاثة مع أنه كما أستغنى في مجلس الليلة الأولى. الدنيا كانت عند علي بين يدي علي طلقها علي بن أبي طالب. وأما الحديث عن شجاعة نحن نسأل ولن نقول متحدين لنكون واقعيين في كل تاريخ الدنيا المؤرخون الباحثون الكاتبون عندما يتحدثون عن رجل شجاع أي رجل في الدنيا فهم يكتبون عنه تارة غالب وتارة مغلوب. إلا علي بن أبي طالب فإنه أسد الله الغالب غالب. والله لو تظاهرت علي العرب. وهذا الكلام مو من استعراض من علي بن أبي طالب. هذا الله أذهب عنه الرجس وطهره تطهيرا. هذا كلام إظهار الإسلام. لو تظاهرت علي العرب ما والبيت عنه هاربا لألف ضربة لألف ضربة لعلي بن أبي طالب أفضل من ميتة على فراش. عندما افتخرت أم المؤمنين بأن أباها كان ثاني اثنين التفت إليها أحد الصحابة قال لها شتان بين من قال فيه لا تحزن إن الله معنا وبين من بات على فراش النبي صلى الله عليه وآله يفديه بنفسه فنزل فيه قرآنا كاملا ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. قيل لعلي بن أبي طالب ألا تشتري فرسا لاحقا يعني الذي يعلم في السباق. قال لا حاجة لي فيه فإني لا أفر ممن يكر ولا أفر على من يفر. هذا علي بن أبي طالب. لكن كل هذا الجهاد وكل هذه التضحية وكل هذه الشجاعة وكل هذه البطولة سخرها علي لنفسه لأولاده لأهله أم سخرها لهذا الدين؟ والله كل رجل كل امرأة كل إنسان على وجه هذه الأرض يتعبد لله لعلي حق في عنقه. فلولا علي لما وصل إلى هذا الإسلام نقيا وصافيا مقام الإسلام على ثلاثة على أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وعلى أموال خديجة سلام الله عليها وعلى سيف علي بن أبي طالب أمير المؤمنين سلام الله عليه.
وأما عندما نتحدث عن عطف عن عبادة علي، عن ورع علي، عن اجتهاده، عن تضرعه، فكانت صلاته كصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو الدرداء أحد أصحابه يقول: افتقدت علي بالليل، التفت يمين وشمال فلم أجده، وقد اختفى بين الخيلات، فقلت ألحقه بمنزله، يمكن راح إلى منزله. يقول: أنا في طريقي إلى منزل علي وإذا بصوت حزين شديد أسمعه دون أن أرى صاحبه. يقول: فاستوقفني ذلك الصوت، وإذا أسمع ذلك الصوت فيه تهجد، فيه مناجات: إلهي وسيدي ومولاي. هذا لسان علي في مثل هذه الليلة، ليالي القدر، نحتاج إلى دعاء علي، نحتاج إلى دعاء صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى. إلهي أفكر في عفوك فتهون علي خطيئتي، ثم أذكر العظيم من أخذك فتعظم علي مصيبتي. يتأوه علي. إن أنا قرأت سيئة فالصحف أنا ناسيها وأنت محصيها، فتقول خذوه، يا له من مأخوذ لا تنجيه عشيرته ولا تنفعه قبيلته. يقول: ثم سكت عنه، ما سمع صوت. يقول: جئت وإذا بعلي كالخشبة الملقاة، قلت أخذته النوم من شدة عاده، إذا حان وقت الفاج جئت لأوقظ علي. يقول: دنوت منه، حركته فلم يتحرك، زويته فلم ينزوي. يقول: فتوجهت إلى داره وأنا أبكي، مات والله يا أبي طالب، مات والله أمير المؤمنين. يقول: طرقت الباب فأجابتني فاطمة، قلت لها: عظم الله لك الأجر، لقد مات علي بن أبي طالب. فسألتني ما كان من أمره فأخبرتها، ويبدو أن فاطمة تعلم بهذه الغشية. قالت: إنها والله الغشية التي تأخذه من خشية الله. فجيء بماء، نضع وجه علي بماء، أفاق علي، نظر إلي إلى أبو الدرداء وإذا به يبكي: يا أبا الدرداء، ما الذي يبكيك؟ فقلت: لما تنزله بنفسك يا علي، ليش يسوب حالك هذا وانت امير المؤمنين؟ فقال: يا ابا الدرداء، فكيف اذا نظرت لي وقد احتوشتني ملائكه من ظلال وزبانيه فضاء؟ هذه عباده علي بن ابي طالب، هذا ولع علي بن ابي طالب بالصلاه. وهذه الحالة ليست في سراء علي، حتى في ضرائه، في صفين، في تلك الليلة، ليلة الهرير التي فقد فيها من فقد، ومو وقت فريضة، وقت صلاة الليل، وهو يقول: افردوني حتى أصلي لربي. ابن عباس يقول: يا أمير المؤمنين، صلاة مثل هذا الوقت؟ قال: يا ابن عباس، ما قاتلناهم إلا من أجل هذا، من أجل الصلاة. شو علي بن أبي طالب يتلذذ بالدم؟ يعني مولع بسفك الدماء، هذا علي بن أبي طالب سلام الله. هذه عبادة علي. وأما عندما يجرنا الحديث عن عطف علي، تحسس علي لآلام الناس، لآمالهم، لمشاكلهم، كان يضع حجر المجاعة على بطنه من أجل أن تشبع الأمة، يجوع من أجل أن تشبع، ويظمأ من أجل أن ترتوي،
ويشقى من أجل أن تسعد. هذه أمرة في وقت القير، يعني قير الظهيرة، الشمس حارة، الوقت حار. يا أمير المؤمنين، زوجي ظلمني وأخافني وتعدى علي. قال لها: يا أمت الله اصبري حتى يبرد الجو فأذهب معك إن شاء الله. قالت: لا يا أبا الحسن، لا يا أمير المؤمنين، يزداد غضبه علي. فطأطأ رأسه ثم رفعه، قال: لا والله، حتى يؤخذ الحق. وقام وياها إلى دارها وخرج شاب، قال لي: يا هذا يا عبد الله، ما لك أخفتها وظلمتها؟ قال: ما هذا وأنت؟ ما ذاك وأنت؟ أنت شي دخل؟ قال لي: أمرك بالمعروف وأنهاك عن المنكر، فترد علي المعروف منك منكرا. فالأثناء مروا جماعة، فنمروا إلى علي بن أبي طالب على الباب، قالوا: سلام عليك يا أمير المؤمنين. هذا التفت، ما عرف هذا أمير المؤمنين. قال: المعذرة يا أمير المؤمنين، والله لأكونن لها فراشا تطأني وأدخلها. هذا علي بن أبي طالب يعيش مشاكل الناس، يتحسس المشاكل، يتعاهل الفقير، يأنس بالجلوس مع اليتيم. ما لي أمرأة وفي أولادها على باب الدار، ملت من القعدة وطلعت. الراوي يقول: نظرت إليها قد مضى من الليل ثلثه، يا أمة الله تطلعين في مثل هذا الوقت؟ قالت: أنتظر الغريب، أنتظر أبو الأيتام. قال لها: من أبو الأيتام؟ قالت: ما أعرف، وكل ليلة رجل يجي يأخذ أولادي، يجلسهم بحجرة، يطعمهم الطعام، يلقمهم الطعام، يداعبهم إلى طفو ويمشي. تعرف لا لا، أنا قلت لك البارحة الليلة الأيتام شعروا باليوم. يقول: بينما أنا كذلك، وإذا بذلك الغريب أو الأيتام إجا، جلس، أخذ الأيتام، أجلسهم في حجرة علي بن أبي طالب، قام يلاطفهم وينقمهم الطعام بيده. التفت إليها: يا أمة الله، تعرفين من هذا أبو الأيتام؟ قالت: لا. قال لها: هذا أمير المؤمنين، هذا علي، هذا اللي يلقم أطفالك بيده، هذا يد علي بن أبي طالب. يمر على أمرأة تحمل الراء الماء على رأسها، يقول لها: يا أمة الله، ما لك تصنعين صنع الرجال؟ هذا اللي يجيب الماء يودي الماء، شغل الرجال، ليش اللي جينا تصنعين الماء، شيلين الماء؟ قالت له: لقد مات زوجي مع علي وتركنا علي. وإذا علي بن أبي طالب يتنحى جانب، يخلي رأسه على الشجر، يقول له: يا علي، أتستمعت؟ ثم قال لها: يا أمة الله، دلي لي دارك. أخذ الماء عنها، خلى على رأسه علي، وتوجه معها إلى دارها. دخل وإذا أطفال يصيحون: أيتام. قل لها: يا أمة الله، تسكتين الأيتام أو تطبخين لهم؟ قل لك: لا، الأم أولى بأولادها، أنا أخذ الأيتام. قل لها عدل: أنا أطبخ لهم الرغيف. وإذا علي بن أبي طالب بيده يأخذ الرغيف ويدخله التنور، حتى إذا لفعه شيء من نار ذلك التنور، نادى: يا علي، ذق النار ولا تنسى الأيتام. وإذا في مثل هالليلة الأيتام يحفون بعلي، يجلسون حول علي، حول علي بن أبي طالب، يبكون علي بن أبي طالب، يشعرون بالضياع. الحسن، الحسين، أولاد علي بن أبي فاطمة، زينب، أم كلثوم، بعد أن جاء لعلي بالطبيب، وثير بن عمرو بن هاني السكوني حتى يكشف جرح علي في أمل العلاج ولا، فأمر برئة شاش حارة، فتتبع منها عرقا فاستخرج وأدخله في جرح علي، نفخ فيه ثم أخرج ذلك العرق.
وإذا ببياض دماغ علي عليه. قل يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين أعهد عهدك فإن ضربة الشقيق قد وصلت إلى موضع السجود. وإذا بالصوت من خلف الستار وأعني يا رابطة. ثم سكن العين علي. محمد بن الحنفية يقول سرى ولوج السم في جسم والدي في بدن والدي إلى قدمي. يعني يقول احمرت رجل علي بن أبي طالب بحيث ما كان يقوى على صلاة القيام، كان يصلي من جلوس. يقول ثم نظرت إليه لا أمير المؤمنين سلام الله عليه في حديث عن محمد بن الحنفية. وإذا بجبينه يرشح عرقا. قلت له أبتاه ما لي أرى جبينك يرشح عرقا. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إن المؤمن إذا نزل به الموت سكن أنين وعرق جبينه. يا أبا الحسن ما الذي حملك على هذا الكلام؟ قال رؤيا رأيت فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يقول لي وإنك معنا لبعد ثلاث فقد مضت الثلاث. ثم التفت إلى أولاده من غير فاطمة وأوصاهم بأن يطيعوا الحسنين. ثم أوصاهم جميعا وبدأ بالحسنين: أوصيكما بتقوى الله وأن لا تبغي الدنيا وإن بغتكما ولا تأسفا على شيء منها زوي عنكما واعملا بالحق وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. أوصيكما وجميع ولدي بتقوى الله وصلاح أمركم ونظم أمركم وصلاح ذات بينكم ونظم أمركم. ثم أخذ يوسف بتلك الوصايا: الله الله الصلاة، الله الله في الأيتام، فلا تغطوا أفواههم ولا يضيعوا بحضرتكم، الله الله في جيرانكم، الله الله في بيت الله. ثم أغني على علي. أتصور نفسك جالس وطالع على النبي طالب ممدد، شو يصير حالك؟ أفا يا قال هذا رسول الله وهذا عمي حمزة وهذا أخي جعفر وهم يقولون أقدم يا علي فإنا لك مشتاقون. ثم أغني على علي أفاق نظر في أهل بيته مودعا في أمان الله. في دعة الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سددكم الله جميعا يا علي، حفظكم الله جميعا، أستودعكم الله جميعا. ثم توجه ناحية القبلة مد يدي أسفل رجلي وغمض عيني وأطبق Oh!
وصرخت وصيحة وصرخة تبدلت ديك العبادة وقاموا الحمال الحمى تصرخ أولاد وكل من نظر له من يعزون اقبالك يا زينب راح والله اقبالك يا زينب راح حقك لو بجات وعولت واجنبت حسرة والدمع بالخد سار ردت الكوف عليك يا اخوتي رد الوطن والدي شيخ العشيرة شال عنا النفق يا علي بعيد البلاء جسمك يلفون الكفن ما يفيد الأسف والحسرة ولا ينفع الوقت وتمنت زينب تمنت علي موجود وياها أيام العيد ولبس الأيتام ثياب جديد قلت أنا بشيخ العشيرة ودي يرجع لي صعود أمنيتين لزينب لكن ما تحققت أمنيتين لزينب في مثل هالليلة تمنت زينب علي يقوم وينهار ولبس الأيتام وصل لصلاة العيد لكن ما تحققت أقول الأمنية الثانية مو وقتها لكن أقولها في أمنية ثانية تمنتها زينب لكن ما حصلت اتمنت بذاك اليوم الخير ما ادري صار صدره عليه. هلا امنيتين شلون كسر القلب زينب ها؟ قلت انا بشيخ العشيرة ودي يرجع لي صعود عافني كهف الارامل دخلت زينب اللي قدام ما دخلت وحق ليها ما تدخل وحق ليها ها أحد يلمني في مناح وفي حنيني ما تلام زينب لا تلوموها لا تلوموها أتكم نساء لا لا أسألهم يا نساء إذا سمعتم زينب تبكي خلوها تبكي خلوها تأخذ راحتها لكن إذا ما سمعتم لها صوت يعني زينب مغمى عليها لحد يلمني في مناح وفي حنيني مثل فلاي الله يا ناس اتركوني أنا هالكيف عيوني مشقوق راسي في صلاة بوسط الحرى وقفت زينب على الباب بعد شوي خليني هالموقف
ليش واقفه على الباب يا زينب؟ قالت ما اريد احد يدخل وعي ابني ايام عيد. احد يهنيني بعيد الفطر يا ناس، خلوني في حزني اعزي والتمر. بعد اريدك تبكي على زينب وعلى علي. لا زالت زينب واقفة على الباب، شو تسوين زينب؟ تشوف هذا الأب ماخذ بيد ولده وماخذ الثياب الجديدة. الأم راجعة لبيتها، وين طالع زينب؟ تقول جا العيد والناس فرحوا وانا حزينة، أبكي على الكرام بعدك تبهر. اتذكر خيالك مو يلعب راسه. بعد شنو تتذكر زينب؟ تقول له علي ما اقدر ادخل هالدار، هذه الدار سوت لي جرحين بقلبي. اذكر خيالك بيها يلعب راسه اصبها اقول الجرح الثاني، واتذكر امي يا علي واللي ضربها. والله اتذكر امي يا علي واللي ضربها، يا وانت تعاين لها بس ساكت يا مخصر. وقامت تتلفت يمين وشمال زينب، تتذكر ايام علي. انا كل يوم من اصباح اشوف انك امامي. راح علي راح علي. أنا كل يوم من أصباح أشوف أنك أمامي، علي تبتسم في وجهي وحييك الكلام. ما عودتني على الجفا ومترد سلامي يا علي. حذر الليل أولاده وادعونه والله رزية. حذر الليل أولاده وادعونه والله رزية. يدوا الرجل وإيده ويغمضونه والله رزية. تحن ودموعها مدرب فار تبكي بفجيعة. ايوه يا زينب تحن ودموعها مدروفة وتبكي بفجيعة. نادي يا اخويا ما تبون اشوفه يا ابن الشفيعة. سير حصن واسفن هدمت الكوفة تعبت الشيعة. وين بتروحين يا زينب؟ نقضي حياتي يا الولي محزونة والله رزية. نقضي حياتي يا الولي محزونة والله رزية. حولة حن وصيح كل أولاده وادعو حمامه. من حدر راس الحسن شال وساده وزادت أحزانه.
وحسين يبكي ويهل دمعه ونادى جملة اخوانه الليلة لازم عزكم تفوت الليلة لازم عزكم تفوتونا والله رزية الليلة لازم عزكم تفوتونا والله رزية وإذا عليك لفت يمين وشمال وش يدور عليه وش يدور عليه ولي ودي حزينة بتودعني ودي أراها ولي ودي حزينة بتودعني ودي أراها خلها تخلي النوم ما ترجعني ودي بتشاها منها تقل شوقتك تشبعني وشبدي تراها منها تقل شوقتك تشعفني وشبدي تراها قالها اصبري وتجلدي كل مصاب على الوديعة وهو المصيبة موتتي عند احباب وهو الفجيعة اسمع 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 لكن مصيبة بو علي الشي بالشام يا زينة لكن مصيبة بو علي الشي بالشام ضيعت جبيعة صاحت فجأة القلب من هالاخبار وهو رزية والله وتهيج احزاني علي خفقة العين باكر تمر الخلق كل هالمسجد تريد ما اشوفك وياهم يا علي يا الله الهي بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين إلهي تقبل عزائنا اشف مرضانا استر عيوبنا فك أسرانا رد غرباءنا وارحم شهدائنا إلهي نقسم عليك يا الله بليلة القدر بليلة علي بعلي يا الله إلهي اكشف ما نزل بنا من هم وغم عاجلا غيرا إلهي خذ لنا حقنا ممن ظلمنا وارنا فيه نكالا عاجلا إنك على كل شيء قدير يا الله اللهم من أرادنا بسوء فأرد ومن كادنا فكده الساعة 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 العجل 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 يا الله إلى أرواح الشهداء السعداء ومن مات على الإيمان نهدي الجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات على محمد وآل محمد.